انا احب في اي ساعات اسمع وانساك. قلت يا ظلال ما تنسى وما تنسانيني، اذا سهيت وعصيت نطلب غفرانك ورضاك. لا رب قريب مجيب من دونك يرضاني، ساعات نحس بروحي قريب كأنني أراك. وين من أراك إنما كنت أنت تراني، إنما كنت أنت تراني. والأرض أرضك والسماء السماء، كل ما عليها فاني فاني، كل ما عليها فاني. هكذا كان يتمنى الشيخ عمر الزاهي لقاء الرفيق الأعلى، وهو الذي أدار الظهر لزينة الحياة الدنيا وزهد فيها. لو استشير لرفض لتواضعه، ولكن شاء الله أن يكون تشييع الرجل لمثواه الأخير كالعريس، ولسان حاله يقول بيننا وبينكم الجنائز. كان يتمنى ويتغنى قائلا: ذنبي كبير عمرت شحال من حمول من مزاحي، خايف من عذابي في يوم الشوم والحالح، يالله توب عني في يوم كل رواحي، حبيت منزلي نغدالوك في العريس رايح. نور مصباحي محبوب ربنا الجميل الفتاح، محبوب ربنا الجميل الفتاح، نقول في مصباحي يا صاحب الشفاعة غيث المرتاح، يا صاحب الشفاعة غيث المرتاح. ذنبي كثير عمر حال الود من مزاحي، خايف من عذابي في يوم الشوم والحالة، يا الله جود عني في يوم يكون لي رواحي، حبيت منزلي بغدلو في العريس رايح. سلي سليم زاهي واحد متوجه فراحي، انت شفيع فينا في مجرني نعود فارح، يا نجل انبيالي كدراعي ساير رواحي، بك الكريم ربي جميع فلا يقول سامع، لا حشي وارب لا يوارب يا الماحي، محمد الفضل جل لنا رسول ناصح.